عندك بتقول التفكير الأنثوي اللي بيسيطر على أغلب الستات هو اللي ممكن بيبوظ العلاقات، اشرح لنا يعني إيه النظرية بتاعت حضرتك دي؟ هو لو الحقيقة الست مش واثقة في الراجل ما غيرش عليك، بتبهدل ما تغيرش، الحياة. ما طالما تغيرش، هي ما واثقة، تقلق. لا طالما هي طب ما واثقة هو فيا، الراجل بيغير، ايه الفرق بين غيرة الاتنين؟ اشمعنى غيرة الست هي اللي بتدمر؟ طب خليه يرد لو اتفضل، احنا هنردها له. اتفضل. في ايه يا مفيد؟ ده ولا حاجة، أنا بس بسأل، أصل أنا حاسة إن أنت عمال بتلمع في الكلام، وأنا لا بقى بصراحة هي الغيرة بتاعت الست أيوه قاتلة، لأنها بتدمر البيت، لأن هي اللي ماسكة البيت. هي الست بتبقى عماد البيت مش الراجل، الست هي عماد البيت، يعني الست هي اللي بتربي، هي اللي بتربي الأولاد، هي اللي بتسيطر على البيت، طب هي اللي وغيرة بتدير. الرجل، غيرة الرجل مش قاتلة؟ الراجل في حالة إذا كان ضعيف أو ما عندوش ثقة في الست اللي معاه، ما عندوش ثقة في نفسه، يبوظ العلاقة خالص، يعني يدمرها. طب يعني امتى تسمح للمرأة انها تغير؟ ولا انت مش عايز البند ده يبقى موجود؟ ما أنا سلوكياتي بتخلي البند ده مش لا، موجود. ما هو انا مش بتكلم على سلوكيات حضرتك، ممكن اتكلم على سلوكيات اللي حواليك. انا كامرأة طبيعة الست ما بتغير. هبة شافت الممثلات بيتعامل معاها ازاي، اكيد. يعني شافت احضان وناس شافت الحاجات دي، بس هي ثقتها في نفسها، وهي وثقتها تعلم فيك وفيك وهي ايوه. تعلم انها، لا هي ثقتها في نفسها الاول، ده مهم، وهي تعلم انها حب حياتي، يعني انا بالست الله، اللي انا حبيتها. حلو قوي التعبير ده، حب حياتي. يا هبه استمتعي ان انت حب حياه طب استاذ ثاني جمال عبد خليه الحليم. يكمل اتفضل. وبعدين مش طبيعي هنطلع هو فاضل ولا بيتكلم، لا احنا ده اخر حاجه انا قاعد عليها ومش هروح. فهي واثقه فيا نتيجه انها تعلم تماما انا بحبها ازاي، هي كل حاجه في حياتي، وان حضرتك اخترتها وخلفت منها واخترتها وعندنا اولاد، يعني عندنا مريم وعمر وعمر ويوسف. ربنا يخلي فيها ايه من اخت حضرتك اللي هي بالنسبه لك نموذج وقدوه؟ الحاجه نجوى دي اصغر، دي اختي الصغيره، وهي كانت الباك بتاعي طول الوقت، كانت باكينج بالنسبه لي اللي طول ساند الوقت. عن صغيره وهي ظهرك، او يعني هي اللي ساند الصداقه اللي بينكم دي، ايه اللي حصل يعني؟ كانت ايه مميزه؟ عقلها كويس قوي، رجعت العقل، عندها رجعت عقل، عندها دماغ كويسه قوي.